السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حلقة جديدة من مدونة سمي بالله. حلقتنا اليوم تتحدث عن كيف يتحدث جميع مخلفات الويندوز. الطريقة جد سهلة، فقط باستعمال أوتو كلاينر. قبل كل شيء يجب أن نحدثكم عند حذف جميع مخلفات الويندوز، فإنك تساهم على الحفاظ على حاسوبك وتسريع، أو في نفس الوقت تساهم في تسريع الويندوز الخاص بك. الطريقة جد سهلة، كل ما يجب عليكم هو تحميل أوتو كلاينر عبر الدخول إلى متصفح جوجل كروم كالعادة. ستجدون الرابط موقع التحميل أسفل الفيديو إن شاء الله. عند إدخال رابط الموقع تنتظرون 5 ثواني إلى ينتهي عيد تنازلي، ثم تضغطون على باسر. كما تلاحظون هذا هو الموقع أوتو كلاينر. تضغطون على أبل بعد تحميل هذا هو البرنامج. يحرص على عند تحميل البرنامج يتم تحميل معه ملف خاص به، يتم تطبيق أوتو كلاينر. إذا لم يتم تحميل هذا الملف فيمكنك إعادة تحميل أوتو كلاينر إعادة تحميل أوتو كلاينر مرات ومرات إلى أن يتم تحميل هذا الملف. إذا لم يتم مع ذلك لم يتم حمل ذلك الملف فيمكنك الاشتغال به بدون هذا الملف. ندخل إلى هذا الملف أولا. كما تلاحظون هذا هو الملف أوتو كلاينر. هنا في هذا الملف يطلب منك تحديد الوقت الذي تريده أنت لعمل أوتوماتيكي، يعمل برنامج أوتوماتيكي بلا أن تحدده أنت. في أغلب تجدون 24، يعني أربعة تجدون هكذا 24 24، يعني أن 24 في كل 24 ساعة يشتغل أوتوماتيكيا، أو يمكنكم 48 ساعة. أنصحكم باستعمال ساعة بكتابة رقم واحد ويشتغل كل ساعة أوتوماتيكيا، ثم تضغط على فيرمي ثم انجستر. بعد ذلك تدخل إلى برنامج أوتو كلينر، تطلع لكم هذه علبة حوار، تضغطون على أوكي. هنا ينبهكم أن في كل ساعة يشتغل أوتوماتيكيا، تضغطون على أوكي. وهكذا يعمل البرنامج تلقائيا، لا يطلب منك شيء صعب ولا شيء بسيط، فقط تضغطون على هذا على هذه تضغطون على هذه تجدون البرنامج. تضغطون على الزر الأيمن للبرنامج. بعد الضغط على الزر الأيمن للبرنامج، بعد الضغط على الزر الأيمن من الفأرة، تطلع هذه علبة حوار. بالنسبة إلى الأوتو ستار أوبن سيستم ستارت أب فتعني تشغيل أوتوماتيكيا، ننصحكم بالضغط عليه لتشغيل أوتوماتيكي. ثم تعيدون الكرة بالضغط على هذه الرابطة، ثم تضغطون على الجهة اليمنى من الفأرة مثل المرة السابقة. بالنسبة إلى الأمبابل بوتون ناسيوناليشن فتعني عندما يشغل هذا البرنامج تطلع لكم علبة حوار. عندما تضغطون على هذه المدونة فإنكم تغلقون
تغلقون علبة تلك علبة حوار، فأنصحكم بالضغط عليها لكي عند اشتغال هذا البرنامج أوتوماتيكيا لا تطلع لكم تلك علبة حوار. أما بالنسبة لكلاين ناو فتعني تشغيل الآن، يمكن أن تشغله الآن بالضغط عليها. كما تلاحظ أن البرنامج الآن مشغل. والنصيحة الأخيرة التي أريد أن أنصحكم إياها هي أن هذا البرنامج لا يجب عليكم أن حذفه، لأن هذا البرنامج لا يثبت على حاسوبك، فقط تحميله. يجب عليكم وضعه في ملف آمن مثلا، هنا يجب عليكم وضعه في ملف آمن ليبقى كل شيء على ما يرام. وقد انتهت حلقتنا اليوم، مرجو زيارة على مدونة أمين بالله دوت ووردبريس دوت كوم أو عبر اليوتيوب بالضغط اشتراك وبالضغط على اشتراك أسفل هذا الفيديو، أو زيارة على www.youtube.com/dAminBillah أو عبر الموقع الخاص بنا ستجدونه أسفل الفيديو. أو يمكنكم اتصال بنا لمزيد من المعلومات عبر جيميل stilphone30@gmail.com. وشكرا لمتابعتكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم.